مرحبا بكم مشاهدينا الكرام. البنك الأهلي وبنك مصر طرحوا من فترة شهادات بنكية للخارج بعائد حوالي 18%، وده كان بعد ارتفاع سعر الدولار اللي وصل لمبلغ 18 جنيه موسم. كان الهدف من الشهادات دي هو رفع الاقتصاد ومحاولة لتعويض الخسائر الاقتصادية بعد ارتفاع الأسعار. السؤال هنا هو ليه في إقبال على النوع ده تحديدا من الشهادات؟ هل مكاسبها فعلا بتستحق ان المصريين يوديعوا كل المبالغ دي فيها خلال مدة قصيرة؟ ويا ترى المصريين اشتروا شهادات الادخار دي بكام لحد دلوقتي؟ هتعرفوا كل التفاصيل دي حالا معنا. من وقت ما طرح البنك الأهلي والبنك المصري أو بنك مصر شهادات الادخار بعائد 18% وفي إقبال كبير جدا عليها من المصريين، بس يا ترى ليه الناس واثقة قوي كده في النوع ده من الشهادات؟ وإيه هي المميزات اللي بتخليهم مقبلين بالشكل الكبير ده عليها؟ حصيلة بيع شهادات ال 18% ارتفعت جدا في بنكي الأهلي ومصر، وصلت لتقريبا 267 مليار جنيه خلال 8 أيام بس، وده من وقت طرح الشهادة وبعد قرار البنك المركزي المصري برفع الفايدة. نائب رئيس البنك الأهلي يحيى أبو الفتوح قال إن حصيلة شهادات ال 18% وصلت لحد نهاية اليوم الثامن ل 180 مليار جنيه في البنك الأهلي، أما حصيلة شهادات ال 18% فخلال 8 أيام في البنك مصر وصلت لحوالي 87 مليار جنيه، وده حسب محمد الإتريبي رئيس مجلس إدارة البنك. وخلال 20 يوم بس المصريين أودعوا حوالي 499 مليار جنيه مصري، أي ما يعادل نص تريليون جنيه، وممكن ده يكون بسبب التسهيلات والفوائد اللي بتقدمها الشهادات اللي هي شهادات 18% مثلا، هي اللي سببت الإقبال الشديد ده. يعني مثلا مدة الشهادة حوالي سنة، بيصرف العائد الشهري بشكل يعني شهري، العائد الخاص بيها بيتم حساب المدة كمان اعتبارا من تاني يوم عمل مباشرة، أول ما بتشتروا الشهادة بتبتدي تحسب الفوائد من تاني يوم من شرائها. برضو بتبدأ فئات الشهادة من 1000 جنيه بس ومضاعفاتها، وبتصدر للأفراد الطبيعيين أو القُصّر، وكمان ممكن الاقتراض بضمان الشهادة بالإضافة إلى إمكانية إصدار بطاقات ائتمانية بضمانها، وممكن استرداد الشهادة بعد مضي 6 شهور بس اعتبارا من يوم العمل التالي لشرائها برضو تاريخ الإصدار. البنك المركزي المصري قرر رفع سعر الائتمان والخصم لحوالي 100 نقطة أساس عشان يوصل ل 9.75%. كشف انه على مدار الفتره اللي فاتت نجح برنامج الاصلاح الاقتصادي المصري في تحقيق مكتسبات كتير، في مقدمتها رفع كفاءه مؤشرات الاقتصاد الكلي المصري، وده اللي مهد الطريق لمواجهه اي تحديات واضطرابات اقتصاديه ممكن تكون نتيجه لعوامل خارجيه في الاساس. المركزي كمان اشار لمكتسبات برنامج الاصلاح الاقتصادي في حمايه الاقتصاد من التقلبات المفرطه والازمات. بيانات حكومية كانت رصدت ارتفاع إجمالي الودائع بالعملة المحلية خلال شهر أبريل اللي فات، واللي وصلت لحوالي 3 تريليون و777 جنيه مصري في مقابل 3 تريليون و67 مليار جنيه في شهر أبريل من سنة 2019، وده بنسبة زيادة بلغت حوالي 32.1%. وسجلت الودائع بالعملة الأجنبية حوالي 741.4 مليار جنيه في أبريل اللي فات مقابل 864.3 مليار جنيه في نفس الشهر من سنة 2019. البيانات الصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء أظهرت كمان أن إجمالي التسهيلات الائتمانية اللي قدمتها البنوك بالعملة المحلية ارتفعت لتريليون و605 مليار جنيه في أبريل اللي فات مقابل تريليون و247 مليار جنيه في نفس الشهر من سنة 2019، بنسبة زيادة بلغت 28.7%، بينما كانت التسهيلات بالعملة الأجنبية نحو 507 مليار جنيه في أبريل الماضي مقابل 624 مليار جنيه في نفس الشهر من سنة 2019. بشكر حضراتكم على المتابعة.